جديدة ووصفة جديدة وبرشة منكم ما شاء الله طلبتوها مني حوايج حلوة لسهرية رمضان وزيدة تنجموا تعملوها للعيد على شريط. وكما تراو ما شاء الله وتبارك الله عملت لكم المقروض الأبيض اللي يكون محشي باللوز بطريقة سهلة ومبسطة على الأخر وكل شيء كما العادة بالتفصيل المفصل. دونك اقعدوا معايا وتابعوني للأخر باش تعرفوا كيفاش حضرناه. بالنسبة للمقادير باش نستحقوا 400 غرام فارينة، عليها 140 غرام زبدة حيوانية عادية تكون ذايبة بالطريقة هذية، باش نستحقوا عليها زيدة 2 مغارف كبار سكر محور تجينا 30 غرام، 2 مغارف كبار زيت نباتي عادي يجينا بالضبط 20 مللتر. لهنا خلطت بين 5 مغارف كبار ماء الورد ومعها ماء عادي متاع سبالة، تجمو تستعملوا ماء عطرشية وإلا ماء زهر كما تحبوا. بالنسبة للبقية باش نستحقوا شوية ملح، يعني رشة صغيرة متاع ملح، شطر مغارفة صغيرة متاع خميرة مرتبات، وشطر مغارفة صغيرة من سكر فاني. نجيو توا لطريقة التحضير، ما فماش ما أبسط منها. هوني جبت ديجا الصفية باش نغربل أكل فرينة الكل باش ما تقعدش فيها الكعابر ويجينا المقروض من بعد أملس من الفوق. باش نكمل زادة نغربل السكر محاور زادة بنفس الطريقة، المهم كل شيء تغربلوه. هوني عملت هكية فتحة صغيرونة في الوسط وباش نضيف بقية المكونات. بالنسبة للخميرة والملح والسكر فاني يكونوا شوية أكهو، يعني من بس شطر مغرفة صغيرة جست شوية، ونخلط النواشف هذوكم الكل مع بعضهم بالطريقة هذية بالباهي باش يدخل كل شيء في بعضه. من بعد ضفت الزيت النباتي وبديت نضيف في الزبدة تدريجيا، يعني نبدأ نضيف ونخلط في نفس الوقت بالطريقة هذية باش هكاك نضمن انها تدخل في الفرينة الكل والخليط الكل. بالنسبة للمرحلة اللي من بعد مهمة برشة برشة، هو الطريقة اللي نبسو بها المقروض متاعنا. دونك اول ايتاب لازمنا نخدمو الفرينة بالطريقة هذية بيدينا عادي، ومن بعد نخدموها بين يدينا بالطريقة هذية باش نضمنو انو الزيت والزبدة يدخلوا في الفرينة بالكدي وهكاك يتبسس بالباهي. حكوها كي بين يديكم بالكدي باش يدخل فيها الزبدة والزيت. ومن بعد باش نبدأ نضيف في الماء والماء الورد. كما قلت لكم تجمو تستعملوا ماء عطرشية وإلا ماء الزهر كما تحبوا انتوما. أنا الحقيقة نحب ياسر الريحة متاع ماء الورد، ومبلوس عندي متوفر دونك استعملته هو. بالنسبة لهنا توا ما نعجنوش، راهو جست نلمو لمين وتضيفوا بشوية بشوية باش هكاك العجينة ما تتهلكش. دونك ضيفوا بشوية ولموا ديجا بشوية بشوية العجينة تبدأ تتلم معاكم وتتكون معانا عجينة هكا متماسكة شوية، ما تكونش ياسر ياسر طرية وفي نفس الوقت ما تكونش ياسر يابسة. وكما تراو لهنا توا العجينة تكونت معايا بالباهي، نحاولوا بالطريقة هذية نرطبوها شوية باش من بعد المقروض يجينا أرطب من برا وما يجيش فيها كالحروشية من الفوق، دونك يجينا ياسر مزيان. من بعد ما خدمتها باش نحطها في ساشي وإلا غلفوها بابي سيلوفان وباش نخليوها ترتاح ساعة كاملة، ونحطوها في ساشي باش ما تشيحناش، ومن بعد طوعنا في الخدمة. باش نتعداو توا باش نحضروا الفاخس اللي باش نحطوه من داخل. دونك انا ديما لهنا ناخذ اللوز هكايا معناتها كعب ونعملو وحدي نرحيه وحدي. دونك خديت بالضبط 300 غرام لوز ابيض، تنجمو تستعملوا اي لوز اخر بالقشره ولا بفريوه ولا فستق ولا جرجلين اللي تحب عليه. عليه مغرفه كبيره سكر محور وشويه ماء الورد. دونك اول ايتاب نبدا بها نحمر اللوز هذيك بالكدي بالكدي، نحمره بالباهي معناتها من برا نخليه منها يطيب ومنها زيدة باش يعطيني لون مزيان. كما تراو لهنا هاكا بدا يحمر بشويه، ومن بعد بالطبيعه نهز ديريكتومون نرحيه. بالطبيعه كي ترحيوه ما تخليهوش لين يقر الزيت نتاعو، جست دوبا ما يترحى ويرتب بالكدا، وقتها من بعد تسكروا عليه.
وكما تراو هذي هو اللوز اللي تحصلنا عليه يكون أرطب على الأخر. وتوا باش نجيب هكا صحيفة وباش نحطه في وسطه. على فكرة نحب أقولكم على حاجة، أنا لهني حسيته هكا لونه أبيض برشا، خاطر المقروض يبدأ أبيض وماذا بيه حاجة تكون غامقة من داخل. دونك شنو اللي عملت؟ عودت الخليط من اللون الجديد وعودت غمقت في اللوز، يعني عرجته على النار وحبيته هكا يكون غامق الداخل. المهم تحبوا تخليوه أبيض ولا تحبوا تخليوه غامق مش مشكل. ضفت عليه توا السكر محاور وبش نبدأ نضيف تدريجيا في الماء الورد. تجمو تستعملوا ماء عطر شيا وإلا ماء زهر كما تحبوا انتوما. وأول حاجة نبدأ هكيب بالمغرفة نقد فيه بالطريقة هذية، ومن بعد بثلاث سوابعي نبدأ نلم فيه. ماذا بيكم ما تعجنوش باش ما سيبش زيت متاعو، دونك جست لموه لمين بيديكم وكهو. وتوا جبت اللوز هكية وبش نبدأ نشكل فيه ديبودا، يكونوا مش جويدين برشا وما همش خشين زادة. دونك كيما تراو لهنا ديجا اللوز غامق، غمقت فيه بالكدي، حبوا في بشكل هذي الحقيقة. ونستويها، وفي كل مرة هكيك نعمل بودا نحلها بالطريقة هذية. راهي ساعة ساعة هكا تبدا تفترش، وإلا ساعات تعبكم شوية مش مشكل، راهو جست تلموا هكية بشوية وحلوها تتمشي معاكم بسهولة. وزيدا ما تخليوهاش خشينه برشا برشا وما تخليوهاش جويده. وانا الحقيقه المقروض ماذا بيا كميه اللوز اللي فيه اكثر من كميه العجينه، باش يجيني هكا بنين ويجي بنين على الاخر. وباش نتعديو توا للمرحله اللي من بعد، جبت لهنا العجينه كيما تراو ما شاء الله طرات بالكدي بالكدي ولات تريه مش نورمال. دونك قسمتها هكايا على اثنين، نحطك البقيه في وسط الساشي باش هكاك ما تشيحش وما طلعش كل الكوش الحرشه من الفوق. ونبدا هكايا رطب فيها شويه وندورها، ومن بعد نبدا نحل فيها بشويه بشويه حتى لين تولينا هكا بودا ماهيش خشينه برشا، تبدا تكون متوسطه. ونحلها هكايا بيدي بالطريقة هذية، ومن بعد نعمل هكايا بسويبعي نحل فيها فتحة ونحط فيها أكل البودا متاع اللوز. وتوا نسكروها مليح مليح، ما تخليوهاش محلولة، راهو سينا من بعد ما عملنا شيء كل شيء يتحل. دونك لموها بالكدي، انزلوا عليها مليح قصيد ديجا كل الأطراف الزايدين، ان ننزل عليها بالطريقة هذية. ومن بعد نحاول نحلها كما هكايا، ما نخليهاش خشينه وفي نفس الوقت ما نجودش فيها برشا. وفي كل مره تلقاو هكايا فتحه ولا تحلت شويه ولا حاجه سكروها مليح. وكيما تراو لهنا جبت القالب هذية، حزيلو هذية بعثولي ماما ربي يخليها رت تفرش فيا توا. المهم باش نشكل بيه تنجمو راهو تخليوه هكيكا وتقصو جست ديريكتومون بالسكينة، يعني مش مشكل، مش بالضرورة القالب. انا جست المرة هذية حبيت هكا نستعمل القالب خاطر ياسر محليهم الاشكال اللي فيه. دونك كي تجيو تستعملو القالب انزلوا عليه على الاخر هكا باش يهبط ويعطيكم هكا الشكل هذيك المزيان. نحيك الزيد الكل ونبدا هكايا نشكل فيهم ونقصهم. جبت بطبيعه بحذية اطباق، حطيت فوقه بابي كويسون ضروري على الاخر باش ما يلصقوش وما يتهلكوش وما يتحرقوش زيده على فكره. وزيده حطيتهم هكايا بالطريقه هذه، نهز بالسكينه ونحطهم. ماذا بيكم تهزوا بالسكينه باش هكاك الشكل ما يفسدش. وتوا لهنا جبت اكشتر لاخر نتاع العجينه، وبنفس الطريقه باش نعمل كيما هكايا نحل بودا. المره هذه باش نعملها طويله بالكدي باش هكاك معناتها تعمل لي اكثر كعبات. دونك نحلها هكايا في الوسط، نحطك البودا نتاع اللوز، ومن بعد ننزل عليها باش تشد بقعتها ونسكر بالطريقه هذه. كيما شفتوا راهي طريقه سهله سهله على الاخر وبسيطه ما فيها حتى شيء. المهم ما تخليوش فيها حتى فتحة وحلوها بالطريقة هذية حتى لين تبدأ تجود معاكم. جبت وقك القالب وننزل بالطريقة هذية ويعطينا أشكال ياسر مزيانين وياسر محليهم. كنت لاحظوا المرة هذية عملتها طويلة برشا باش هكاك نربح الوقت ونعمل بأكثر كعبات. ونجيبو كسكينة نحيو كالحرف هذوكم الزايدين، ومن بعد نقصوهم.
وكما تراو ما شاء الله هذو مكعبتنا حضروا باش نهز نحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مدة 15 دقيقة. وتوا بعد ما يتيبوا الكعبات الكل دونك نجيب لهنا اكشحور نورمال ما طوليتو تعرفوا كيفاش تحضروه 500 غرام سكر عليها 500 مليلتر ماء وقت اللي يتغالوا فوق الغاز نعملوا عليها عصره قارس وشويه ماء ورد ولا ماء زهر كما تحبوا انتوما باللي تحبوا تفوحوا وهكاك يحضر معاكم وما يكونش عاقد برشا وما يكون زاده سائل برشا. كما تراو لهنا الكعبات نشحرهم مليح مليح ومن بعد بالطبيعه نعمل فوقهم رشه جلجلان وهذوما الكعبات نتاعنا حضروا ما شاء الله وتبارك الله لونهم يشرح ما تخليهمش لين يتحرقوا ردوا بالكم والا يحمروا لازمهم ديما يقعدوا هكية ابيض وكيفاش تعرفوهم اللي هما طابوا 100% وقت اللي تشوفوا اكل لوز هذيك عمل كوش شيحه وقتها تعرفوه اللي هو طاب. وكيما تراو حبيت نوريكم كعيبه هكا عن قرب ما شاء الله مشحره تعمل كيف وما نجمش ما نوريكم زاده من داخل كيفاش طلع يجي تري يهبل ما يجيش بس حاسيلو جربوها وتفكروني ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وصفتنا لليوم. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم وتوا مقعد كان باش نقولكم شهية طيبه.